ازاي نحضر لانش بوكس صحي لاولادنا وفي نفس الوقت نخليهم هم اللي يطلبوه مننا ان احنا نعمله لهم كل يوم. انا عارفه انها معادله صعبه شويه وان كل الامهات هتقول لي ازاي اصلا اعمل لهم حاجات صحيه، دول على طول بيطلبوا مني الحاجات اللي من السوبر ماركت عشان تعمل تشك وعشان سهله وسريعه وعلى طول بحطها. كل الفكره ان انا اعمل لهم شكل يحبوه، شكل اول ما يشوفوه يخليهم ياكلوا الحاجه من غير ما يفكروا اصلا محتوى الساندويتش ايه. اللانش بوكس الهيلثي عندي بيتكون من 5 حاجات عشان يبقى لانش بوكس صحي ويبقى متكامل العناصر الغذائيه. بيتكون عندي من نوع اولا خضار، اي نوع خضار، نوع من الفاكهه، مكسرات، ممكن ازود معاها التمر علشان ازود القيمه الغذائيه للولاد الصغيرين، وبعمل ساندويتشين، ساندويتش بيكون حادق وبعمل معاه ساندويتش يكون برضو حلو، ممكن استخدم التمر السبريد او استخدم في الساندويتش الحلو برضو زبده الفول السوداني، ما بستخدمش الصبح ولا مربى ولا حلاوه. فوائد التمر معروفه جدا وفوائد المكسرات كمان معروفه جدا، تساعدهم جدا على التركيز بالذات الصبح، فلما بندمج الاثنين مع بعض يبقى احسن ميكس صحي ممكن نعمله لولادنا. اكتر حاجه بتخلي الولاد يشتروا الحاجات اللي من السوبر ماركت هي صوت التشك بتاع الكيس بتاعنا، عشان كده انا بشتري الاكياس بتاعت اللانش بوكس دي وبحط جواها الحاجه علشان ما بقاش حرمتهم من الفكره نفسها. واحنا في المدرسه مش ضامنين ان ولادنا يكونوا غاسلين ايديهم بشكل كويس، عشان كده بحب استخدم جدا العلب علشان الحاجة تكون موجودة مقفولة ما تعرضتش للتراب للهواء. الشوك بتاعت الفاكهة بالنسبة لي بتضمن تماما ان انا ايد ولادي حتى لو ما كانتش نظيفة لأي سبب ان هم هيمسكوا الاكل من غير ما يحطوا ايدهم مباشرة في بقهم. اللانش بوكس الصحي بستخدم العيش البني. اول ساندويتش هعمله هيكون ساندويتش لبنة، ممكن اعمل ساندويتشات جبنه، اهم حاجه ان انا اتاكد ان الجبنه خاليه من الزيوت النباتيه. تاني ساندويتش هعمله هيكون زبده الفول السوداني. عينينا بتاكل الاول، هما كمان بيحبوا الحاجات تتعمل بالاشكال اللي تناسب سنهم. الالوان اللي بستخدمها دي الوان اكل صحيه تماما.